العظام المحيطة بالعين بيطلق عليها جميعا اسم أوربت، اللي هو حجاج أو محجر العين. والأوربت عبارة عن تجويف مخروط الشكل بيحتوي على كل من الجلوبس اللي هي كرات العين، والإكستراكولر ماسلز اللي هي عضلات العين، والبلاد فيسلز اللي هي الأوعية الدموية اللي بتغذي العين، والأديبوز والكونكتيف تيشو، وده الدهون والنسيج الضام ومعظم أجزاء الجهاز الدمعي. بيتكون الأوربت نتيجة اتصال كل من الفرونتال والإسفنويد والإسمويد، ودول طبعا من عظام الكرينيوم. ومن عظام الوجه بيشارك كل من اللاكريمال والمجزيلاري والبلاتين والزيجوماتيك. كل أوربت بيحتوي على روف اللي هو سقف، وفلور اللي هو القاع، وجدار داخلي ميديال وول، وجدار خارجي لاترال وول، وأخيرا الإبكس اللي هي قمة الأوربت أو الجزء الخلفي من الأوربت. سقف الأوربت بيتكون من الأوربتال بليت أوف فرونتال بون والليزر وينج أوف سفنويد بون، وعلى السطح الأمامي الخارجي من السقف بيتواجد فصة أو حفرة اسمها لاكريمال فصة، الحفرة الدمعية، ودي الحفرة اللي بيتواجد فيها اللاكريمال جلاند اللي هي الغدة الدمعية. الجدار الداخلي للأوربت بيكون رفيع جدا، وبيتكون من جزء من الفرونتال بروسيس اوف ذا ماكزيلا واللاكريمال بون والاسمويد بون والبادي اوف اسفنويد بون، وبيتواجد على السطح الامامي من الجدار الداخلي قناة صغيرة اسمها لاكريمال جروف، بتحتوي على اللاكريمال ساك اللي هو الكيس الدمعي. وبالنسبة لقاع الأوربت بيتكون من المجزيلا والزيجوما والبلاتين بونز، والجدار الخارجي بيتكون من الجريتر وينج اوف سفنويد بون والزيجوما. نيجي بعد كده للجزء الأخير من الأوربت وهو البوستيريور بارت أو ما يسمى إيبكس. بيتكون الإيبكس بشكل رئيسي من الأوبتيك كانال أو ما تسمى أوبتيك فوريمن، والسوبيريور أوربيتال فيشر والإنفيريور أوربيتال فيشر. الأوبتيك كانال والسوبيريور والإنفيريور أوربيتال فيشر بتسمح بدخول وخروج تراكيب مختلفة زي الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب اللي بيتوصل ما بين الأوربت والميدل كرينيال فوسة. الأوبتيك كانال بتتواجد بزاوية 37 درجة مع السيجيتال بلين، والحدود الداخلية للأوبتيك كانال هي البادي أوف سفنويد بون، وسقف الأوبتيك كانال هو الليزر وينج. أما بالنسبة للحدود السفلية والخارجية للأوربت فبتتكون من الأوبتيك سترات أوف سفنويد بون. بيمر من خلال الأوبتيك كانال كل من الأوفسالميك أرتري والأوبتيك نيرف. السوبيريور أوربيتال فيشر عبارة عن فجوة مثلثة الشكل موجودة بين الجريتر والليزر وينجس أوف سفنويد بون، بتسمح بمرور كل من العصب الدماغي الثالث أوكيولوميتر نيرف، والعصب الدماغي الرابع تروكليير نيرف، وأحد فروع العصب الدماغي الخامس وهو الأوفسالميك برانش أوف ذا تريجيمينال نيرف، والعصب الدماغي السادس اللي هو أبديوسنس نيرف، وأيضا بيمر من السوبيريور أوربيتال فيشر الأوفسالميك فينز. نيجي بعد كده للإنفيريور أوربيتال فيشر واللي بيفصل ما بين الإنفيريور واللاترال وولز أوف ذا أوربيت. بيمر من الانفيريور اوربيتال فيشر احد فروع العصب الدماغي الخامس وهو الماكسيلاري برانش اوف ذا تريجيمينال نيرف. الشفه الداخليه للانفيريور اوربيتال فيشر بتحتوي على قناه صغيره اسمها انفرا اوربيتال جروف، بتمر خلال قاع الاوربت وبتصبح قناه اسمها انفرا اوربيتال كانال، بتفتح في النهايه على السطح الامامي للماكسيلا، فبنلاحظ وجود فجوة صغيرة اسمها انفرا اوربيتال فوريمن.